المؤتمر اليوم هو بسياق الأسبوع التكنولوجي الفلسطيني اكسبوتك، وبيأتي بإطار التحول الرقمي تحت عنوان التحول الرقمي. المؤتمر راح يكون فيه 4 ندوات رئيسية اللي راح نتناقش موضوع التحول الرقمي بكافة جوانبه. راح نحكي عن تأثيرات وانعكاسات التحول الرقمي على القطاع الخاص والعام، ورح نحكي عن تأثيراته عن القطاع المالي والمصرفي، رح نحكي عن البنية التحتية للاتصالات ودورها بالتحول الرقمي، وبالنهاية رح يكون معنا نماذج ملهمة بالقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي. فكرت شو أحكي الليلة، لأني دائماً نحكي عن قطاع الاتصالات وأنظمة المعلومات، نحكي عن أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الفلسطيني ومشاركته، نحكي عن دور الشباب، لكن اليوم بدي أغير التون شوي إذا سمحتوا لي وبعد إذنكم. بدي أحكي بشكل مباشر عن دور مجموعة الاتصالات الفلسطينية وأهميتها في الاقتصاد الفلسطيني، لأنه دائماً أنا شخصياً بقصر في حق مجموعتي ودورها في الاقتصاد الفلسطيني، وبحب أنتهز هاي الفرصة علشان أؤكد على دور المجموعة الريادي والاقتصادي في بناء مؤسسات دولة فلسطين. مؤتمر بيتا إكسبو 2021 لهذا العام، يعني عقد يوم أمس وهذا اليوم، تقييمي حتى هذه اللحظة وإن شاء الله لما سيأتي من أعمال بعد الظهر يعني تقييم عالي. تم مناقشة كثير من القضايا المهمة التي تهم القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتهم المواطنين لا سيما فئة الشباب. تم مناقشة الكثير من القضايا اللي يمكن الحديث فيها في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية، في مجالات هموم القطاع الخاص، شركات القطاع الخاص، القوانين والبيئة القانونية اللي بتلزم حتى نمكن القطاع الخاص إنه يشتغل، في موضوع الاستثمارات في البنى التحتية للاتصالات أو للإنترنت أو لشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس. طبعاً في جزء كبير من الكلام اللي تحدثنا فيه اليوم هو عملياً قيد التنفيذ، وإن شاء الله سيتم إطلاق يعني منظومة الخدمات الإلكترونية الحكومية اللي تهم المواطنين لتقديم الخدمات بأعلى درجة من الكفاءة والفعالية وبأعلى درجة من الشفافية إن شاء الله مع نهاية العام أو العام القادم، وهذا من أحد يعني الأشياء اللي يعلن عنها في هذا المؤتمر، وتم ذلك من قبل دولة رئيس الوزراء يعني ليلة أمس. والتوصيات اللي راح تطلع على المؤتمر طبعاً راح تكون من خلال جهد جماعي ومن خلال تشكيل فريق لبناء بيئة عمل مناسبة ومتكاملة تشمل كافة الأطراف التي تعمل في رفع اسم فلسطين على الخارطة التكنولوجية العالمية. أسبوع فلسطين التكنولوجي إحنا بنسخته 17 المرة هاي، وإحنا سنة عن سنة من زيد خبرة ونتعلم من تجربتنا. فالسنة أنا بتهيأ لي اللي بميز المؤتمر إنه أول إشي يعني في عنا نخبة من صناع القرار وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع الأهلي كذلك، فبالتالي يعني راح يكون انعكاساته، بتأمل إنه يكون في زي ما حكيت لك توصيات اللي وخطة عمل حتى ننفذها اللي بالنهاية المواطن يحس الفرق فيها بكل مفاصل الحياة الخدماتية اللي بحصل عليها. We'll be right back.